تأثير شهر رمضان من 3 إلى 5 متاع العشية غاسين كاغي مع سامي بن نور على إيافام أحلى غدي. رجعنا في راسين كاري هذه ساعتنا الثانية. يلا أنس جميلة غازي هما جروب اليوم. ضيفنا هو فتحي المولجي اللي تابعوه كل جمعة كذلك على قناة الحوار التونسي في اونيميسيون سبورتيف مع صديقنا اسكندر ابراهيم بطبيعة الحال. حيوه اونيميسيون حلوة خفيفة باهية تاخذ معناها تتحدث على كرة القدم في تونس بطريقة فيها برشا احترام للناس اللي تتفرج فينا. فما خليني نقول فما دي زيميسيون اخرين ما فيهاش احترام للمشاهد. كيفاش قال كيسيون بيج رد بالك فيها برشا احترام لذكاء الناس اللي تتفرج فينا. وي وي انا بوزوان خليني قلبي معبي برشا على الاعلام دونك نقول فيها برشا احترام. خلينا نمشيو للاسئله السريعه. زميلنا امير اذا كان يبدل لنا الموسيقى. شنو هي الموقع اللي تأسس سنة 2005 في نهار 14 فيفري عيد الحب؟ سان فالنتان. الموقع اللي تأسس دراج بوانفير. لا ما كنتش تكون فيسبوك ما تمشيش بعيد. 2004 2005 لا فيسبوك 2004 لا فيسبوك قبل. ايش عندك من ليزابليكاسيون موجودين؟ وهو يوتيوب. في اي فيلم سمعنا اغنية ماي هارت ويل جو اون؟ تيتانيك. شنو هي المادة الكيميائية في الدماغ المعروفة باسم هرمون الحب او هرمون اندروفين؟ لا حاجة هكا. لا اندرافين. هرمون الحب امفيتامين. اوكسيتوسين. الأشول هو اليسار يلعب اليسار. شكون يكتب اليسار هنا؟ انا كهو انت انا جوشي في سخي بتاع في الكوره على ذاك على ذاك كوارجي كبير ولا عندنا ملاعبيه ولا عندنا نعرف كوارجي عندهم جوج ساقين يسار. شنو هو اللون اللي نزيدوه للازرق باش نحن نتحصلوا على الاخضر؟ الاصفر. هو الاصفر. اصفر. شنو تتسمى نافوره روما؟ تيفولي ولا ترافياتا ولا حاجه؟ لا 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 اسمع هذا ابرامو ثقافتك تاع الصفر مش كبيره. يا دي العال انا ثري كيفك اسمع. لا لا عفوا يا سيدي ما قلتش هذا ولا تي تي فالا ولا تي فالا فونتانا دي تريفي. لا فونتانا قريب بعيد بربي نافوره العشاق. اي ما مشيت ما مشيت العشاق لا شيء حتى شيء برشا فلوس ما فما شيء ما مشيت لها شيء ما مشيت لهاش روما. تعرف وين مشيت انا في ايطاليا وانا صغير؟ مشيت باليرمو. ريتك المسلسل حرقه كانه جيت وزنيقي تذكر حتى بالحق بالحق هذم كان انا وقتها تونس كل تمشي باليرمو. وقتها مشى زهز في خالته زهز خالته مزيانه زاد لا تفكر كنت الناس مشيت زهز وغادي والله روعة روما. اي كانوا قبل زهز وغادي نابولي وباليرمو خالاتي نحييهم كلهم كانوا غاديك يمشي. انا عمري 5 سنين مشيت معهم من نابولي تركيا قبل تركيا صح. انا مشيت لنابولي خفت روحت نجري بالله ولا من ميلان هبطنا نابولي في الترينو. ايوه تكال نابولي تدخل تتبدل الحياة. لا تتبدل تخاف ولا تخاف. بودابست هي عاصمة هنغري. المجر. شكون صاحب اوبرا عايدة؟ شتي لها عجبتني بودا وبست معناها واد يفصل بين البلاد اسمها بودا والاخرى بست. انا مشيت لها ومشيت لك بلاتون فيها بلاصة اسمها لك بلاتون جبل وبحر عملنا فيها كوب دي موند دي زافوكا. هبطنا في بودابست من بعد خذينا طيارة اخرى مشينا لاك بالاتون انكرويابل. الليلة الاولى لما خلطنا باش نرقد حليت شباه ليلة كاملة من ال11 متاع الليل والعصافر تزقزق في وذني. يا عيني يا ليل الصباح والعصافر هذا هي زقزقت العصافير. والله والله معناها سي انكرويابل سي بو. فما محامين ما ترشحوش كأس العالم هذايا. لا فما محامين ساقهم اليسار ماهيش في رجله. ديكو مارادونا جوشير ميسي جوشير. هي لك دخلك فيهم انت. شكون صاحب اوبرا عايدة؟ فيفالدي. فيردي. 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 جوزيبي فيردي. جوزيبي فيردي. فيلم دمي ودموعي وابتسامتي. وابتسامتي من بطولة نور الشريف و فاتن حمامة. لا مرفت أمين ولا نبيل عبيد. نفس الجنراسيون. نجلة فتحي. مريم فخر الدين. نجلة فتحي.
من قديش من إمارة تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة؟ سبعة. اللي هما أبو ظبي هي الكبير، اشتر الإمارات هي دبي والشارقة. أبو ظبي تبدأ بأبو ظبي، خاطر هي اشتر دبي الإمارات والشارقة. دبي والشارقة وأم القاويين وعجمان هاي. وعجمان والفجيرة والكويت، خمسة ذوك شو كهو. ايه ابو ظبي ودبي سبعة. ابو ظبي ودبي وعجيرة والكويت ورأس الخيمة الراك ورأس الخيمة. وقتاش وقتاش صارت معاهدة سايكس بيكو؟ 1919. حتى هذه تعرفها زيت سايكس بيكو؟ سايكس بيكو لا لازم يعرفها. بيكو الفرنساوي وسايكس الانجليزي وزارة خارجية تلموا بش ناس ماكش عادي. ايه هذي خصوصا في التاريخ قريناها. دي 19 ولا 16 على اساسها قسم حرب العالمية الاولى الانجليز والفرنسي الشرق الاوسط. ما هو بحر الظلمات؟ بحر الظلمات محيط الاطلسي. محيط الأطلسي سميه العربي بحر الظلمات خاطر ما يعرفوا شيء وراه. ما هو أطول نهر في العالم بعد النيل؟ أمازون. الأمازون أمريكا الجنوبية 6570 كيلومتر. ما هو سبب في ظاهرة المد والجزر؟ القمر، جاذبية القمر للأرض. أين توجد جبال الأطلس؟ مغرب و جزائر وتونس. مغرب وتونس وجزائر. أين يوجد جبل الطور؟ سيناء شبه جزيرة سيناء. ما هي عاصمة موريتانيا؟ نواكشوط. جزيرة يطلق عليها لقب جزيرة الجمال أو جزيرة الجمال عفوا. الجمال. أي الجمال منصوبة. الجمال معناتها البوتي. آه وي. كريت. لا. في اليونان. لا. مش يونان. المالديف. جزيرة. جزيرة وين جيت؟ مالطا. مش بعيد علينا. مش بعيدة معنا. سردينيا. جربة جربة. لا. سردينيا. جزيرة الأحلام هذه. والجمال. كورسيكا. كورسيكا. إيه ما. دبوتي. باستيا. وجاكسيو. 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 بلاد شارل باسكوا. إيه وي. شعلة هلا يا مات. باستيا شعلة. كورس شعلة. عليه. توفى اسمه ال. مجرم هو. إيه. مجرم ما يقتلوه في العبس. إيه. اسمه شو بنسيت اسمه تي معروف ياسر معناها. الأخبار الكل تحكي عليه. سيت ان اوبوزون كورس معناها يعدي في الحبس مدة طويلة. معروف لي كورس يحبوا الانديبندونس نتاعهم وضد المنظومة وضد وضد عاشوا في الحبس. فما شكون اعتداوا عليه بالعنف وكان سور سون لي دو مور معناها قالوا معناها قريب الاعتداءات كانت قوية برشا وتوفى والكورس شعلت الناس كل في الشارع. الناس كل في الشارع بربي اسمه اسمه معروف نسيته. إيفون كولونا. كولونا صحيح ولا ولا كولونا إيفون كولونا. يلا شنو المدينة المصنفة أذكى مدينة في العالم في 2020؟ أذكى كما الهاتف الذكي. هلسنكي. أوسلو. 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 جميلة. بكين. كوبنهاغن. الانستيتيوت اوف مانجمنت ديفلوبمنت في لوزيان يخرج كل عام تقرير سمارت سيتيز هذوما اللي يصنف المدن حسب برشا عوامل كيما البنيه التحتيه توفر التكنولوجيا وتوفر الخدمات اش مازال وسناء خذوا بعين الاعتبار عامل اخر اللي هو التعامل مع ازمه كورونا. نلقاو في المرتبه الاولى سنغافوره. وي سنغافوره 77% من سكانها قالوا ان القرارات اللي اتخذتها واضحة وسهلة وأنه يتبقوا فيها المواطنين الكل. المرتبة الثانية ويلينغتون. المرتبة الثانية في أوروبا الشمالية نمشيو لفنلندا ونلقاو هلسنكي. أنا قلت كان الأول. المرتبة الثالثة زوريخ في سويسرا. المرتبة الرابعة أوكلاند في نيوزيلاند. والمرتبة الخامسة هي أوسلو في النرويج. والناس هذوما ما يغيبش عليهم هذا ترقى أذكى مدن العالم أنظف مدن العالم في كل شيء في كل الحاجات هذوما ترقى الأجوبة في حقوق الإنسان في المساواة في حقوق المرأة في التعليم في البنية التحتية شو كل شيء مربوط ببعضه اهتمامهم بالعائلة في علمانية الدولة توا احنا كل ببعض والأفكار المسبقة اللي عنا احنا مثلا أنه احنا عنا العائلة مهمة صحيح ولكن ترقى أنه المرة فاتت نشوف في تقرير على أوروبا الشمالية النرويج والدنمارك والسويد على مكانة العائلة
وشو معناها الناس اللي بدلوا لهم الخدمة تاعهم توقيتها باش يروح بكري باش ياخذ فرصة انه يكون بحظة عائلته، شو معناها انه يتلهى بالعائلة، شو معناها انه يعطي وقته كامل كونجي دو باترنيتي ثلاثة شهور اللي احنا واحد تولد مرته هو مازال يلعب في القهوة تروح رميه تعطي كامل تروح رميه هو ثلاثة شهور كاش يعمل في القهوة هو مرته تولد يقول لك يقولوا له ولد تقول له مانيش غاديك زاد يشد لها يدها وهي قاعدة تولد ويبكي مش يلعب في طرحها سامي دنيا أخرى. أنا مشيت الأسلو مشيت للنورفيج ساعة دنيا أخرى ساعتين سمش في النهار 22 ساعة طلاب في شتيم أنا مشيت أي في ديسمبر أي وقت الجايس نوبل جايس نوبل تمشينا الرفماق لكل وقتها مشينا غادي اسمع نظام جميلة نظافة في 10 سنين فما جريمة واحدة ارتكبت في النرويج يا أم. أما مش عندهم نسبة انت عارف الحارة قوية مزلت أي أي. عشر سنين جريمة واحدة قام بها تونسي الله يبشر والله العظيم تعب تاني والله مي سيفري معناها فما عليش واحد ينتحر روش بيك مان غازي ساعتين عشر ساعتين وما تفيقش بيهم خطر السباح من 8:30 للعشرة ونص تقريبا كانت تسبح راقد ما تفيقش بيها معناها أي. من ظلام لظلام وكيفاش تعيش الحياة غادي سي أنكرو معناها ما تلقاش الوقت باش تكمبن يظهر ليه ما فما شيء والناس تخدم هين يخدم على رواح ومن هذيل كله يعملوا دولة ومن أقوى الدول في العالم أقوى الدول في العالم واللي منظمين واسمع والمترو والكار واللي تحب انت وشي شي من وراء العقل يخدموا فضلين معناها اسمع الناس معناه وكان نعطيهم احنا البلاد ذي فيها برشا ذو وفيها كل شيء شي يعملوا فيها والله ينجموا يتيروا بها فعلا سأم باغادي اللي احنا مانش سبايقين والعكس كنت هز التوانسة يعيشوا غادي في أسلو 20 سنة تولي 22 ساعة نهار وساعتين لي يلا عنا فاصل ونرجع في راسين كاري فايقين هي الماتينال اللي باش ترافقكم في شهر رمضان من الاثنين للجمعة ملا خليكم معدلين على اي اف ام نحكيو اكتو سبور والعمل الرمضانية وبتبيع كل ما يهم العباد واخر اخبار البلاد تيرت الشهر البديل موعدنا في فايقين من 7 لـ9 متاع الصباح نضال سادي تيرة شهر رمضان من 3 لـ5 متاع العشية غسين كاغي مع سامي بن نور على اي اف ام احلى غدي رجعنا في راسين كاري يلا نكملوا مع الاسئلة السريعة هذه اي الموسيقى ما هي اكبر هضبة في العالم عمرو ذياب هكذا قول ما في مصر تكلم واحد كله تركيا عم الهضبة وانا من اللي ما فهمتش الهضبة حتى كي تقابلت انا وخدمت معاه فهمت اللي هي والهضبة بالحق هضبة التيبت اي بيان سور هضبة التيبت من هي اول امراه فازت بجائزة نوبل كوري ماري كوري على اسمه اليورانيوم لماذا تختلف الوان النجوم بسبب درجه حرارتها بسبب اختلاف درجه حرارتها ما هو اطول حيوان في العالم اطول جيراف لا اطول انا كوندا مش اعلى كوندا اطول اي بالحق هو الافعى نو لا فما البالين 55 متر لا اطول من البالينه لا مش بالينه 55 حوت هو 55 متر لا لا بري بري مش حناش طويله يوصل 55 متر كبره لا نوع من الحنوشه لا ما هوش للمسالم مسكين يعني 55 متر بالطوله ذي الكل مسالم هي دودة بوتلاس دودة يصل في الأمازون ما عنديش وين ما يصل طولها إلى 55 متر جنوب شرق آسيا ظهر حاجة هكذا مش فيه. اذكر اسم أطول نهر في العالم نيل لا أطول نهر في أوروبا عفوا سين دانوب دانوب أين يوجد أكبر كهف جليدي كهف جليدي كهف جليدي روسيا كندا في سربيا بلاد تحبها ألمانيا ولا فرنسا هولندا يحب هولندا لا لا هولندا ألمانيا أنت تحب هولندا يحب على النمسا هو النمسا صحيح نمس كبير في أي سنة هجرية فرض الصيام
في أي سنة هجرية فرض الصيام؟ ثالث الهجرة، الثانية للهجرة. خاطر صام 8 سنين الرسول. ما هي الدولة اللي تكون فيها العام من 13 شهر؟ أستراليا. عودنا سؤال، ما هي الدولة اللي تكون فيها العام من 13 شهر؟ هذه دولة بالتقويم القمري مال تعمل 12 و1. شنو اسمها؟ بوتان. دولة أفريقية. أفريقية؟ قاعدة تعمل في رواندا، نهضة اقتصادية كبيرة. أثيوبيا. هي أثيوبيا. أثيوبيا. ما هو الاسم القديم اللي كانت تعرف به الشرطة قديما؟ شرطة. كان عندها العربية اسمها بل شرطة. درك. من فعل درك. من فعل من فعل الدرج متاعنا. الحاكم. بوليس. لا يقولك واحد حاكم يعس على حاجة. العساس مال. شنو يعس على حاجة؟ ما نعرفش إذا كان بالضمة ولا بالنصبة. العسس أو العسس. ما نحبش العسس. أنا سك. ما هو الشهر؟ ما هو الشهر الذي اشتق اسمه من كلمة سبعة باللاتينية؟ سبتمبر. هو سبتمبر. ما هو الحيوان الذي ليس له صوت؟ مسكين كيفاش يعبر من الزرافة. الزرافة. كم تستغرق طول ذاك الكل؟ الحبال الصوتية ما توصلش. متعرف انه الفأر والفأرة يجيبوا صغار اي ويجيبوا فيرين زي. كم تستغرق فترة الحمل؟ في بتاع الفأرة جمعتين 4 ساعة. 21 يوم. مش كيما الدجاجة 90 يوم. 90 يوم كمان. 90 يوم. وي سؤال يقول وفيه السريعة كانت انت السريع اكثر واحد سريع فينا. مش قولك برد ولا تبارك الله عليك. نمشي في البطء نرمال عنده ساق يسار. قلتلكش تم اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده للمشاركة في كأس العالم. ولد في 15 جانفي 73، حارس مرمى سابقة وأن لعب لعدة أندية ولمنتخب بلاده. حصد 38 لقب 6 إنجازات على المستوى الشخصي لم يسبق فيها حتى حارس. كزياس بارتيز. يعد أكثر حراس مرمى منتخب بلده مشاركة في المباريات الدولية ب 159 مباراة. انتقل رسميا لصفوف فريق آخر مش اللي تكون فيه سنة 1996 باش يكون الحارس الاحتياطي وبعد الحارس الأول وبعد حارس المنتخب. انضم بعد إلى تجربة أوروبية بعد حصوله على بطاقة لعب مؤقتة من الفيفا. شو اسمه نتاع تشيلسي اللي كان اللي عامل خوضة فوق راسه مشواره الاحترافي؟ شو اسمه هو بيتر تشيكا؟ لا لا عاود استرجعه. لا عاود استرجعوا فريقه مرة أخرى بمبلغ 600,000 يورو وشارك الحارس الدولي مع ناديه الجديد في موسم 2009. الحضري ذا هو الحضري. عصام الحضري كان عنده تجربة مع سيون السويسي. صديقي انت بارونتيز راه اصحاب انا وياه بالقديه بالقديه. ان توكا عنده ريكور اكبر حارس شارك في كاس العالم. اكبر لاعب في روسيا. اكبر لاعب في روسيا. اكبر لاعب توكور هبطوا في الماتش الثالث في روسيا شاد جوز بينالتي. ملا حارس ملا 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 كان جاي الكارديان وبعد لو بلو غون جوور على مر التاريخ. ليه هو هو اكبر لاعب وحارس بتبيعه لعب في كوب دي مون اكارون لاش دو كارون بعد روجي ميلا. لا قبل اكبر. لا لا هو جاء بعد روجي ميلا. بعد روجي ميلا. بعد ميلا هو طيح الركور. طيح الركور تاع روجي ميلا. هو مشى دوزيام في الحارس في روسيا. مشى دوزيام ولا تروزيام تكذر تضرب الاخر كيما صار المره هذه بالضبط. تروزيام ماتش اللي تي اليميني هما كوم باش يدخلوه للتاريخ. احنا خفنا. احنا كنا في روسيا خفنا من الفضيحه. قلنا تو شنو راه 44 واش بون مصر اليميني حذري مصر اليميني وتونس كيف كيف وحاجة والسعودية كانت 5 في الماتش الأول. قلنا هالفضايح على شان يهبط بقى عصام الحضري نحا جوز بلانتيات مربين يودي يعمل الماتش هما في بينهم يدخلوا به التاريخ يلعب الدرج إيطاليا هو وقتها ولا كونتر السعودية. لا لا كونتر السعودية الماتش الأخرين فورسوفي لونور معنا هبطوا هو عملوا ماتش نين مش خسرت مصر نسيت. المهم
ليفينمون ايتي عصام الحضري. فوالا الحدث هو ذاك. حسب رايكم علاش ايلون ماسك قام باستطلاع اراء اكثر من 80 مليون متابع ليه في تويتر؟ ايلون ماسك من اغنى اغنياء الارض. أغنى أي أغنى أي ما يمشي الأول والثاني يمشي ويجي ما أغنى طبعا. أما ديما في التوب ثري يعني. عمل استطلاع أرى أكثر من 80 مليون متابع لي على تويتر. شنو سألهم زعما؟ شكون حاسدو؟ ثقة في تونس هذاك. شنو سألهم؟ شنو طالبين مني؟ شنو سألهم؟ شنو طالبين مني؟ شنو طالبين مني؟ علاش تابعوا فيا؟ علاش تابعوا فيا؟ نوعية الكراب اللي حبوا يسوقوها في المستقبل. لندي سوى تويتر هو اسئلهم على حاجة على تويتر. شنو الإضافة؟ الإضافة شنو اللي طالبين؟ شنو الإضافة اللي موجودة في تويتر ولا شنو الإضافة اللي تنجم تقدمها المنصة هذه؟ ولا أكسيونير في تويتر شري دي أكسيون في تويتر وي هو شري ولا 6% أما شنو أسئل؟ شنتظروا لا أنتو كان أسئل على مبادئ حرية التعبير على تويتر. داكو. الإجابة كان أنه انتقد تويتر باش يخفض قيمة الأسهم باش ينجم يشريها. دونك عمل سؤال الناس جاوبوا بياسور كنت يسجل حرية التعبير عندك معناها برشا ناس جاوبوك يقول لك لا ومش موجودة برشا على تويتر إتو. دونك هذا ما يخفض في البورصة ما تعرف يعني تتأثر برشا بالحاجات هذو ما بيسيختو كنت يساجي من دي لابيل هكا هي رخصة منه وشري منه قام ماسك باستطلاع آراء ذي دونك في الشهر اللي فات سألهم إذا كان الشركة تلتزم بمبادئ حرية التعبير عفوا أجاب أكثر من 70% قالوا له لا دونك تحت القيمة سأل عما إذا كان هناك حاجة إلى منصة جديدة قال أنه يفكر بجدية في بدء منصته الخاصة حصل ماسك على حصة 9.2% من ملكية أسهم الشركة وانتقد تويتر باش يخفض أسهمها ثم اشتراها ثم ترتفع قيمة الأسهم ثم قال محلها تويتر فارتفعت أسهمها فربح 40 مليار دولار خبيث في سعادة وهنا خبيث قانوني هذا قانوني بتبيع قانوني راديو مارشي ده الكروي راديو مارشي في أمريكا تعرف هما برشا هذوما دلوا هكا مثلا اللوا أنتي تراست اللي معناتها هي في ظاهرة وقانوني لكن معناتها عندهم جوريس بريدونس ينجم يخرجوك مجرم صحيح صحيح مش القانون نتاعنا الغومال الفرنسيس التونسي القانون الانجلو ساكسوني ينجم يتوسعوا في القانون وهذا مبدا عالمي راه مش تونسي القانون لا يحمي المغفلين صحيح. اذا كان هو جاء خرج قال لك انت امورك تعبه وفعلا ظهرت الناس صدقوا وهبطت الكوتة نتاعك ومن بعد مشى شريك قال الامور باهيه والناس ولا القانون لا يحمي نول نيسونسي نوري لا لوا بالسوري مي بالعربي حلوه ياسر تعجبني بالدارجه نتاعنا القانون لا يحمي المغفلين احنا شكون قال هذي قانون نص خديناه بالشريعه الاسلاميه هذا مي بلوتو هادي اللي تقال فتحي لا يعذر الجاهل بجهل القانون احنا نسهلوها لا برشا ناس ينتقدوها هذا يقول لك انا مانيش مطلوب مني اني يعني نعرف هذا نعرف القانون مني مش نجم نعرفه يعني صحيح هذا هذا كتب جون كاربوني كتب مقاله رائعه معناه جادور لو ستيل نتاعو مش كجوريستك اللي صعيب مش في الاكاديميك يعني لا 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 اسمه لانفلاسيون دي لوا انا نجم لانفلاسيون دي لوا انا نعطيك معناه بكل تواضع قداش سني قداش عديت في القانون عديت تقريبا فوق 43 سنه يا نقرا يا نقري في القانون كان نعرف 20-30% من القانون تسمى به اي معناها امبوسيبل باش تعرف دونك المبدا فما بالك بالمواطن العادي صحيح دونك شو يقول جون كربوني في الانفلاسيون دي لوا يقول il y a 100000 lois par an en France 100000 lois par an en France جديده يا فوالا ومن بعد يحط دو بوان نول ني سونسي نير لا لوا دو مانيير ايرونيك انك لازم تعرف كمان معناه بون المشرع التونسي سكرها شويه قال القوانين اللي صعيبه على كذا دونك ينجم المشرع ياخذ والقاضي ياخذ بعين الاعتبار اما القوانين المعروفه دونك لازم مثلا انا بروفيسيونيل تاع الكراهب عمل قانون جديد تاع الكراهب
ما نجيش نقول والله في مانيش بيه قلب. لازم تكون تعارف بها لازم تكون تعارف فوالا دونك الدخان بار اكزومبل كنت تتذكر وخرج وقتها قانون 60 دينار واللي تكبر على ورقه وقتها ما تنجمش كي يوقفك بوليس يقول لك علاش تكيف 60 دينار تتذكر ينشر مهجور اليوم هالقانون هذا اي قال ما نعرفش القانون يقولوا لا بتبيعنا كانت ببليسيتي حتى كيفاش بتعرفش قانون لا يعذر واحد ابعدوا عن التدخين دونك اونتروت بالقانون ولا بلاش يلا هذه ورده نرجو بعد شويه في راسين كاري صعيب انك تقص عليهم ولكن توا الخمسه غير اربعه احنا خمسه معاكم في غاسين كاغي ضيفنا فتح المولدي باش نسالك سؤال رياضي اخر فتحي باش تقول لي انا il s'agit de quelle édition في انا نحب نسالو سؤال تتشهى في رمضان كيما الرجال التوانسه كله ولا حتى طرف حتى طرف اللي تلقى فوق الطاوله اللي نلقى ما ناكلش عالمي انه عالمي نعطيك معلومه والله انا العائله الكل يصلي وان شاء الله ربي يهديني من ولي نصلي زاد انا كيف مادام هما صلاو وانا كملت شقنا الفتره ومشيت كملت وخرجت على روحك لا لا ما خرجش يستحيل ما نعرفش قهوه بكل... ما نعرفش قهوه لا لا انا رياضي في رمضان نحب الكوره الرياضه ثلاثه مرات في الجماعه نحب الخدمه نعتبر وانه رمضان سيدي رمضان وشهر الخدمه وي. بعد شقنا الفتره نعمل ساعتين في النهار ما نجمش نخدم برشا نعمل حاجات سهله ما أصعب حاجة اليوم هي راسين كاري لا لا عليك بعد شقة الفطر والله جميل بعد شقة الفطر بدرجة نعمل ساعتين خدمة خدمتي كتيبتي كل ليلة هذا كانت شخطك مسلسلات من هذا الشيء لسه اللي شدني شوية خاطر ماهوش كونتينيو واللي كتبوا صاحبي بطبيعة الحال حاتم وعبد التيف بيانشير عبد التيف واللي يمثلوا فيه لانسين ايكول ترى وجوه محلاهم هاي رجع للناس اللي هما ميزوا دراما سهل ياسر جميلة بيك تحب تتفرهد تمشي تتفرج مسرح حاجة سهرية موسيقى وقت اللي فهم قوي وهذا الحاجة الوحيدة اللي تخرجني نخرج لقهوة أما سهرية المدينة العربي مسرح كذا قاعدة ويف مالوف اي فنان فنان القدم القدم يلا انا باش نسالك على دوره من دورات كاس العالم بدات في 8 جوان وفات في 8 جويليا البطوله ذي خلات الدوله اللي تقوم بتنظيمها تقوم بالتنظيم هذا لثاني مره في تاريخها الدوره هذه اللي وصفوها انه كان فيها برشا عنف وبرشا تضيع وقت مكسيكو مكسيكو هاي عنا 70 ومن بعد عنا 86 86 لا فما دولة قبلها مرتين معناتها أول دولة نظمت مرتين المشاركون شارك في البطولة هذه مثلا كل من كوستاريكا وجمهورية إيرلندا للمرة الأولى في تاريخهم إيرلندا شاركت 86 نفكرها وقتها أنا فيها نورمان وايت سايد وقت اصغر لاعب في تاريخ المونديال كوستاريكا تو ما عنديش برشا لي قالك اول مره الاحداث بقى نظام البطوله كيما هو اللي كان في الدوره اللي قبلها تاهل 24 منتخب للنهائيات وتم تقسيم المنتخبات لست مجموعات بدات البطوله بدايه سيئه لعمالقه الكره المانيا سيئة البرازيل أنا شنو إيطاليا وقتاش إيطاليا نعرف عليها إيطاليا 90 والله اللي بالعاد ثاني مرة صحيح ما نظمت برشا نظمت ثاني مرة نظمت 38 شارك في البطولة هذه الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وكما قلت كوستاريكا وجمهورية إيرلندا بينما تواجد الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بعد غياب استمر لأربعين سنة وعاد المنتخب المصري للدورة هذه بعد غياب دام
56 سنة. ماركات بونتو بارك في ماتش ليل بينالتي مجدي عبد الغني وقعد يصرف به التو وقعد يصرف به لليوم يصرف به جماعة اللي فات بركة جبد الشرابية ولا لليوم يصرف ولا تعذيب مجدي عبد الغني شارك في البطولة زوز منتخبات عربية هما كما قلنا مصر والإمارات. الإمارات كريت خمسة لم يحقق المنتخب الإماراتي أي تقدم في البطولة هذه وخسر جميع مبارياته. فما ماتش خسرته 5-1 عاد الإمارات ماركات البونتو 5 معناتها شيء وبعد الماركات موت وعاد المذيع الطلياني صحيح الطلياني الطلياني الاماراتي ولا أي. شرفت العرب يا الطلياني ويا ميكرا 5 خذا وانت بارونتيز الطلياني خذا 16 كهرباء فيراري بونتو على بونتو. اما باش نعطيه حق مصر راهو مصر احنا صغار تفرجنا فيها لعبت بالقداء تعادل فيها زوج اخوات ايرلندا حسام وخوه لا وكانت فيها جوار لا لا لعبت مليح حتى كان خسر خسرت مع انجلترا ونيل بولونيا زوز دو نول قدام هولندا وقدام ايرلندا صحيح وخساره قدام انجلترا. اما والله عديت ثلاثه ماتشات لان نتفكرهم واحنا صغار نشجعوا فيها لا عندها جيل استثنائي جيل استثنائي عندها جيل ما فماش معناها كان ينجم فيه شوبير صحيح. وفيه اللي دو فرير هذوكم اسمهم حسام وابراهيم وابراهيم وفيها اللي قلت بيبو مزيل وقتها كمل بيبو بيبو بعده قبلهم بيب 76 ان توكا عبد الغني بديت كذلك بالعمالقة يعني الارجنتين خسر ومن بيك ببونتو ومن بيك والكاميرون 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 حاجه معناها شكون اخر سنه تراه وقتها سنة فرنسا طاحت ما ترشحتش الترتيب كان المانيا الغربيه اللي فازت باللقب الارجنتين الوصيف ايطاليا الثالثه انجلترا الرابعه الخامسه يوغوسلافيا السادسه تشيكوسلوفاكيا اللي كانت يوغوسلافيا السابعه الكاميرون هي عملت 90 عملت هي لعبت مع ايطاليا كاميرون عملت ماتش غول والثامنه ايرلندا يعني الكاميرون تكلاسات قبل البرازيل وقبل بلجيكيا وقبل يوراغواي وقبل البرازيل ما يطيحتها الارجنتين لا وقتها مش عام روجي ميلا اي روجي ميلا لعب اي اللي وقتها عمره 43 قداش لا هذيك ليزيتازوني لا هذيك في انجليا في ملك اللي بعدها اللي بعدها يوم هذيك اللي مارك البونتو وقتها نحى الجيتا ومشي راس ورا الشبكه ويضحك والكاميرات تصور فيه ويضحك ومشي مشي مارك البونتو وشات كولومبيا كل جيتا جول كولومبيا ويمشي الكورنير يشطح وقتها في ان توكا اتلين كذلك فرقوا المباريات على سبعه مدن لعبوا الكل في روما كان البارتي اللي خسروها في نابولي لا استنى لا تلين لي زورغانيزاتور على 12 لا كيف بتاعهم لاسكوادرا تزور لعبت كل في روما كان البارتي اللي خسرت فيها في نابولي وهذيك فيها مشكله نتاع نابولي خاطر مارادونا هو نتاع نابولي اللي نابوليتان وطلب منهم هما اي لعبوا ضد بلاد ايطاليا 12 مدينه دونك روما ميلانو باري فلورنس بولونيا اوديني وغيره من المدن ويقال انه هذه دوره فيها برشا عنف وتضيع وقت ذكروا احمد شوبير ضد ضد ايرلندا اذا وتضيع الوقت الرهيب يعني شو لسه. هو فما ديكلام من 90 فما ديكلام تاع كوب دي موند 94 كيف كيف رجعت شويه عام 98 تبدلوا القوانين اللي تاكل ولا تاكل باردرير برقه حمراء ترجع الجول غادي تبدل دوك هذاك اللي حصل 98 جالو بيتونور اي واللي وقع الاستغناء اللي فرنسا لورون بلون كنت تذكر بيروف ضد اليوروغواي ولا بيروف اي يلا به نسألوا في القانون اسأل التلميذ متاعك ونشوفوا إذا كان مازال محافظ على الذكريات متاعه يلا حطينا الموسيقى متاع الأسئلة السريعة فضل فتح المولجة عندك كيوم. قالك يوم صعيبة شوية مازال تقري ساعة في الكمبيوتر لا اخذيك تقاعد وتوم تقري في في كملت 34 سنة يا فتحي يا حسرة السؤال باهي شنو ما خصائص القاعده القانونيه هذه بريمير اني دروا تعرف قداش انا راهو بريمير اني دروا قد عندها معناتها ما يعرفش معناتها تعرف انت كنت تقرا انت وبنت الفازع بالله ما انا شكون يدخلني ماني انا دره نقعد انا ودره اي عاد انا طاهر اخويا ودره بنتي معناها دوك القاعده عامه ومجرده وملزمه ودائمه فوالا هذه بديت برافو 10 على 10 سهله عدديه انا ودره كنا دره قرات عندك خاطر بنت صديقك وانا في جر الدرة قالت لي ليه قلت لها ما تخلش انا ما نحبش القراية قالت لي ادخل وما تندمش ويعطيها الصحة دخلت عن نلقى معناتها مختلف عن البروف تي دي اللي قري فيها مادة السبيل نلقى حاجة معناتها يفهمك
كما انت مثلا هكا متمكن من حاجه. انا اعطيك سؤال انا وتنخو راي زوز من رجال قانون. واحد سائح فرنسي جيل تونس كري كهرباء فعمل اكسيدون ضرب واحد يا لطيف تزيري مات السيد المتضرر وقف الفرنسي قدام المحكمه قدام انا محكمه يقف وكيفاش يقع معاملته على اساس انه ارتكب هل الحادث هذا المحكمة التونسية المحاكم التونسية تيريتورياليتي دي لوا واحد من مبادئ القانون لا عملا بمبدأ سيادة الدولة سيادة لأنه جريمة ترتكب في أرضي مهما تكون الجنسية يحاكمون حسب القانون تيريتورياليتي دي لوا ما نجمش يجيني هولندي غدوة يبدأ يتكيف مثلا يقول احنا في هولندا سيبرمي جيت لتونس يعاقب وبطبيعة الحال حسب البلاد اللي انت فيها مبدأ السيادة سيادة القانون سيادة الدولة المشكل مش هوني التونسي اللي يمشي يتكيف في هولندا كيروح شنو مصيره اي نجم اذا كان تحليله ايجابي تحليله ايجابي وهو في دولة تسمح بذلك ايه. هوني فما اجتهادات ياما مدام الجريمة في دولة ما في الدولة ما هو يعرف عدد اللي بلاده لا تسمح بذلك لما احلوه ياسر هذي تعرف تانا سؤال صعيب هذا يسميهم من الحاجات الصعب برشا في القانون دي بي دروا انترناسيونال بريفي كونفلي دو لوا دون لو طون ولا كونفلي دو لوا دون لسباس معناها تزامن القوانين انا قريتها كماتير دونك نتذكرها يا نتذكر هذا نتذكر الاكزامبل هذا شكون هو كان يخلي فيها الله يرحمه سي العربي هاشم محمد العربي هاشم ومن بعده سي علي مزغني مش مش نبيلة المزغني لا نبيلة تقري البروبريتي انتلكتويال اي وي فما في الكامبوس الفاك بتاعنا يلا عنا فاصل ونرجعوا في راسين كاري انتوما تسمعوا في راسين كاري سبيسيال رمضان مع سامي بن نور على اي اف ام احلى راديو وصلنا للدرجين الاخرانيين من غاسين كاري يلا درجي اللعب درجي اللعب انس شكرا سامي على الثقه اللي اعطيتها فيا واللي معناتها انا اول واحد سالتني مش على حاجه على خاطر تعرف اللي انت من اهم المنشطين في تونس مازال مش حاضر السؤال نتاعي شوف هذا يلا, يلا غازي انا بشترككم اليوم على ممثل يعجبني برشا نحب اوماج الممثل هذا لانه توفى عنده مش برشا انا نعرفه هو شخصيا هو ممثل مصري كوميدي مولود في عام 60 18 ديسمبر وتوفى اي صغير هو أي صغير وتوفى وممثل حلو برشا سير اعماله برشا اعمال عنده بطوله ولا لا لا عنده عنده برشا كان دوزيام را ومن بعد ولا بطوله علاء الدين لا, لا مش علاء ولي الدين هو مثل مع علاء ولي الدين في قداش من 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 حاجه واخر عمل فرش فيه انا 2019 مش المنتصر بالله ها لا ليه انا معاش برشا المنتصر بالله زاد عمل لك المسرحيه تاع شارع محمد علي حاجه تحفه تعمل كي على وحيد سيف هو هذا من الجيل الجديد نتاع علاء اسمه الجيل الجديد ومحمد هنيدي وعلي ولي الدين مثل معاهم وهو هو ممثل كوميدي حلو ياسر وتعرف زاد بالور بكل بك الكاميرا الخفيه المصريه كانوا يعملوها في الشارع وفيها برشا عرفته كان اللي معمل زكية زكريا اللي يتنكر كيف في دور امراه هكا لا اي زكية زكريا هو ما تفرجش فيها انا ذي بكاميرا كاشي عنده فيلم الاخراني يضحك على الاخر وتعمل على حسني مبارك وقتها اسمه الرئيس طباخ الرئيس اللي بصحته وذيك عرفته مش خالد الساوي زكريا طلعت زكريا طلعت زكريا يعمل زكية زكريا البرسوناج بتاع المراه الله يرحمه هو اللي كان يعمل كاميرا كاشي يا في دي كاميرا كاشي سو دي جيز اون فام سامباتيك انا تشديت في كاميرا كاشيه الاخرانيه وما كملتهاش حقيقه توا ما مرعبين يعملوا في حاجات ماهيش عاديه علاش مش راهو موقف تاريخي يضحك على علاش متشعبتين وواحد ودرك يفهم انا متفلسف برشا هذاك شاطي يلا جميله نفركس على شعر غادرنا في مثل هذا اليوم 5 ابريل 2016 محمد سميدح محمد منور منور اودع السابق واللاحق اودع السافل والشاهق اودع الاسباب والنتائج اودع الطرق والمناهج اودع اقلامي وساعاتي اودع كتبي وكراساتي اودع المنديل الذي يودع المناديل التي تودع الدموع
التي تودعني أودع الدموع. ولد أحمد صغير ولد صغير ولد أحمد صغير صغير محالة صديقنا عزيز الله يرحمه الله يرحمه. عرفته فترة قصيرة قبل وفاة متاعه قعدت معاه معناها وقت اللي هو ديجا معناها في تنبك المرض متاعه معناها لو كان مظلوم راهو صغير راهو خلنا نتفهم وقدر صغير نثبت عليه بالقدام معناه مظلوم بالحق الناس مش مقدرة القوة متاعه والموهبة متاعه وذيك الحقيقة كانوا يغزروا له على أساس أنه عادي بالكل ونبدأ في أي بلاصة ما هوش كل يلاقي كل قيمة متاعه أنا شدته قديش خذيت على بطبيعة الحال وحبوا البلاد حبوا البلاد كما لا يحبوا البلاد أحد صباح صباح المساء وقبل الصباح ويوم قديش قلت له خذيت عملنا قاعدة حلوة ياسر قعدنا بالقداء قال لي 60 دينار وعلى مرتين 30 ومن بعد 30 ايوه توا بعد 100 سنه هذيك باش نشوف قداش فيها قيمه كذا معناها طبيعه الحال وي واحد من المتميزين بصراحه بال حتى ابو القاسم الشابي ذولي وقت اللي كتب زاد كيف كانت هكا بالضبط 60 دينار ما يشوف القيمه بعد 50 سنه وبعد هذه الفكره بتاع الادب مأساته ولا يكون تترسخ ساعات اليوم عملوا زياره للقبر وزوجته مدام زهور ولد علي والأصدقاء ومعناتها للذكرى متاع الصغير اللي هو ظهر لي مولود كما غدوة زاد توفي كما اليوم ومولود كما غدوة هو عاش قد قد معناتها فرد النهار الله يرحمه وتحية لبنته كلمات كلمات وحلى اسمها كلمات أعز أغنية متاع ماجد الرومي بالنسبة لي أنا كلمات أعز ما كيقولوا لي إيش تحب تسمع أنا والله مجد كارك قلت لنا اليوم أي إذاعة في أي إذاعة نمشي قال ايش حب تسمع نقول له كلمات بتاع ماجد الرومي خاطر انا نحب برشا الاغنيه هذيك وانا كوم اعلامي نلعب برشا بالكلمات دونك الكلمه اغنيه ياسر حلوه هذا ما نشكش فيه انت تعرف شكون المنافس الاول للممثله هو المحامي يلا سؤالك فتحي عندك سؤال ولا والله يا سؤالي انا جاي حب نسمع سويت نعرف الكوارد هو معروف عند التواصل كل مغني ونعرف الكوارد اعطيه غناية اسألوا على غناية وشوف اذا كي تطلعها ولا لا مثلا سعيد شوية ما نعرفش كيفاش يسألوا نعرفش كيفاش يسألوا عليها جميلة ساعدني فما غناية يحبها صديقه حاتم اي حاتم تاعنا حاتم بالحاجة ابن غني ومنها شوية نقفلوا بها اي با را 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 معايا احب اسمك لا 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 واحب سيرتك لا 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 احب اسمك ترى لا 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 واحب سيرتك لا 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 يسألوني أقول كرهتك بام 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 با مين اللي صدق مين الله يحبها حاتم هذه اغنيته المفضله زمني زمني شكرا فتحي المولدي كنت معنا اليوم شرف كبير انك تكون معنا في غسين كاغي ترجع وقت ما تحب في رمضان في الافطار نوع اخر نتقلبوا لا لا ما تقلبوش ياسر انطوكا نفس الشيء تقريبا تلقى نفس الابيض بس تقترح عليه مرة في الجمعة يبدأ معنا مرة في الجمعة بعد التكوير متاعه مش بلر عنده كل الحقوق هو انطوكا هذا ما يشكش فيه شكرا لكم مستمعينا كانت هذه راسين كاري لليوم باش تلقاو إيناس توا في موعد جديد الميتيو وإحنا إن شاء الله نتلقاو غدوة في حلقة جديدة نشكر الفريق بتاعنا درة في الإعداد مع يحيى وكذلك زملائنا في الديجيتال أمير في الإخراج غدوة موعد جديد معاكم ديما غاسين كاري في رمضان عام 3 حتى 5 شيء طيب إلى اللقاء غدوة إن شاء الله
فطيرة شهر رمضان من 3 ل 5 متاع العشية غاسين كاغي مع سامي بنور على إي إف إم. أحلى غدي.